السلام عليكم. هنتكلم على منصة الهوت كوين اللي كنا عملت فيديو تاع التوثيق. كما نشوفو راهم قبلوا التوثيق هنا. الفيديو تاع اليوم ماهوش على التعدين المجاني او التطبيقات تاعنا. الفيديو تاع اليوم راح نحكيه على البيتكوين. البيتكوين في 2000، نحكي لكم انا الوقت اللي عشته انا في اواخر 2015 لما دخلت المجال هذا. كان البيتكوين السعر تاعو الوقت هذاك 900 دولار. وقعد يطلع حتى وصل 1900 في النص تاع 2016، جوان 2016. وقعد في المنطقة هذيك ما بين 1500 دولار، 1900، 1500، 1900. الوقت هذاك الإيثيريوم كان يدير 50، الإيثيريوم لحق 50 يعني أعلى قمة الوقت هذاك. من بعد في جون في 2017 البيتكوين تحرك من 1900 وصل 5000، يعني مباشرة صعد وصل 5000. من بعد بدأت تخرج الأخبار أو هابط البيتكوين أو هابط أو هابط أو هابط. أنا عن نفسي لما سمعت الخبر هذا كنت ما نعرفش، بعت البيتكوين تاعي. بعتو وين بعتو؟ بعتو في 21، يعني في 2100، وصعد البيتكوين 5000. ثم أخبار بلي أو بامب أو ما كانوا والو، هذيك المعلومات المغلوطة، هبط البيتكوين وصل 3000. ثم من 3000 ينطلق مباشرة إلى 20000. وصل 20000، قعدت فيها ما طولش فيها بزاف وجا هبط. وصل 10000، عاود ارتد 5000 دولار، 15000. ثم من 15000 رجع 5000. ومن بعد قعد من 5000 ل 9000، 10000، لمدة 3 سنوات حتى 2021. في 2021 يعاود يتحرك البيتكوين من 10000 إلى 67000، من 10000 إلى 67000، يعني طلع 20000. من 20000 إلى لقى طريق فارغة قدامه حتى 67000. وعاود نزل البيتكوين، نزل إلى 29000، ورجع ل 43000. نحكي لكم في 2021 رجع ل 43000. ثم جات المشكلة تاع لونا، نزل البيتكوين من ثم ما عاودش طلع، يعني الصعود هذاك القوي يعني تاع 40000. هذه الخلاصة تاع السنوات من 2015 إلى الآن. بيت القصيد في هذه القصة أنه البيتكوين من 2017 ل 2021، 4 سنوات قعد البيتكوين يمشي بالعرض، يعني يخدم بالعرض فقط. دركا من 2021 البيتكوين قعد من 20000 ل 30000. عدنا الآن سنتين ودخلنا في العام الثالث. وجد تشابه في الأمر هذا. احنا عندنا منطق يقول بلي التاريخ يعيد نفسه،
نكونوا واثقين منها، لأنه باش نتفق في البورصة كاين زوز من الناس. حنا السوارد من يجيو في البورصة، لازم نخسر أنا باش تربح أنت، ولازم تخسر أنت باش نربح أنا. ما عندناش سوارد يجيو من الفضاء، سوارد يا أنا خسرت مديتهم أنت، يا أنت خسرت مديتهم أنا، يعني كاين رابح وخاسر. إذن هذه المرحلة مرحلة تجميع العملات، تلقى الناس كل تشري في العملات وتخبي على المدى البعيد. كاين اللي مخبي عملة على عامين، كاين على 3 سنين. علاه؟ لأنه لما يحدث الاتجاه الصاعد وانا نتوقع المرة هذه البيتكوين انه يكسر 67,000 هذيك، انه يعاود يكسرها ويفوتها، ثم في المرحلة هذيك الناس تبيع وتجبد صورها وتقعد تتفرج. شكون اللي يخسروا؟ يخسروا المبتدئين فقط، يعني اي واحد مبتدئ هو اللي يتحكم. اما الناس اللي عندها خبرة كل تدي الفايدة وتجبد صورتها وتريح. لهذا الشيء باش نتفق، انا قلت لكم باش نتعلموا التداول، ولكن هذه المرحلة ما كانش اللي قاعد يربح في المرحلة هذه، الجميع خسر، الجميع قاعد يخسر. يعني اي عملة، يعني حتى العملات اللي يتحركوا، كان عملات يتحركوا دو اكس، كان لتروا اكس، ولكن تحرك لمدة 24 ساعة ويعود الى النقطة اللي كان فيها بعد، يعني كما نقولوا صعود وهمي، صعود وهمي او بامب منظم. الخلاصة القصة انه لما كاينه مرحلة شهر شهرين من الممكن انها تكون من جونفي حتى المارس 2024، هذيك المرحلة تعدي بيت العام ولا لا حتى ديسمبر، تبدأ من ديسمبر. هذيك المرحلة هي اللي تكون فيها الانطلاقة اللي قاعد نكون نقول عليها، يعني لما كانتش في 2024 حتكون في 2025. 2025 تكون عنده ربع سنوات. أنا نتوقع ما بين ديسمبر جونفي من الممكن حتكون انطلاقات، بالأخص على الأخبار هذه اللي يتكلموا عليها باللي الدول اللي بدأت تلجأ للعملات الإلكترونية وبدأت تلجأ للدولار الرقمي. على فكرة لما تكلمنا على الدولار الرقمي كاين بزاف بالك ما يعرفش باللي كاين اليو اس دي تاع بيت فينيكس، نشوفوه مع بعض. باسكو بيت فينيكس هذه بان التفق في 2017 كانت اقوى منصة، كانت هي الاولى، وخدمة الدولار تاعها اللي عنده ما يقابله، عنده ما يقابله دولار. أنا لما تشوف لهنا كاين يو اس دي، كاين يو اس دي تي، هذا اليو اس دي حقيقي، هذا اليو اس دي حقيقي، هذا اليو اس دي تي هذا دولار حقيقي. ولكن المنصة تابت فينيكس فسدت على روحها. لماذا؟ لأن تابعت قوانين، القوانين هذوك هاك تشوفوا هنا عند عملاتها طالعت 48%، ولكن غدا تلقاها عاود نزلت. الحاجة المليحة في المنصة هذه، منصة بيت فينيكس، كاين هذا هيدن الاوردر المخفي، يعني تحط اوردر، تحط اوردر بلا ما يشوفك حتى واحد. هذه الميزات مليحه في البيت فينيكس. على العموم نرجع نتكلم على عملة الكور.
علاه حكيت لكم القصه هذه كامله؟ على جال زوز حوايج. الحاجه الاولى انه خبيو عملاتكم تاع الكور وتاع الاوميجا، انه في المستقبل راح يطلعوا، لان انا شدت بعيني بيتكوين لما انطلق من 1900 ل 5000، ثم ارتد من 5000 ل 3000، ثم من 3000 مباشرة إلى 67000 مباشرة. يعني لما تلحق مرحلة الصعود الناس كل حد حتجيب صوردها وتدي الفايدة. هذا هو حديثنا اليوم، إن شاء الله الأيامات الجاية يكون فيها خير ويتحسن السوق وتتحسن التداول، باش نرجعوا ننزلوا فيديوهات على طريقة التداول، لأنه الفيديو مش هيكون نظري، راح يكون تطبيقي. يعني نشري العملة قدامكم، نشريها ونبيعها ونتعلموا كيف، تشوفوني كيف ندي الفايدة عن طريق يعني قراءة الشارت وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت عن طريق تتبع الحيتان. أنا بالنسبة في الخدمتين نتبع الحيتان، يعني نشوف الناس اللي عندها سوارد وش قاعدة تدير. كي نلقى جماعة الناس اللي عندها سوارد تبيع نبيع، نلقى الناس تشري نشري. نحكي لك الناس اللي عندها سوارد، يعني اللي عنده مثلا 7 ملايين دولار، 10 ملايين دولار، هذا هم الناس اللي عندهم سوارد. هذا ما كان، في الأخير نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.